السلف كانوا يعملون ويخفون، والواحد كان إذا سئل يعني يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك؟ قال راحتها أريد. رغم تقارب البيوت كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يعلم به جاره. داود بن أبي هند يطلع الصباح يعني أهله يعطوه الإفطار ويطلع يتصدق بالإفطار ويصوم، يرجع على المغرب يعني كأنه راجع الآن أنه انتهت الأعمال، يعني انتهى دوامه إذا صح التعبير، فيرجع يتعشى بس ما يظن ما يعرف أنه كان صايم. وكانوا يحتالون لإخفاء الأعمال، يعني في يعني يعني مثل أيوب السختياني في مجلس لما جاءته عبرة قال ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. بعضهم كان يقوم الليل بعدين قبل الصباح طلع صوت كأنه توه قايم من النوم، صباحنا وصباح. منصور بن المعتمر إذا صلى الصبح أظهر النشاط لأصحابه مع أنه طول الليل كان قائم، يعني كان قائما. بعضهم اللي نشر أمره طفل أنه شفته كذا في الليل. بعضهم يقول لو أقدر أني أتطوع في مكان لا يراني فيه الملكايا لفعلت. كل هذا حرصا ما يقع في الرياء. حتى شيخ الإسلام رحمه الله خرج يوما قال أحدهم فخرجت خلفه لما انتهى إلى الصحراء، قال سمعت يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، يعني أنه يقصد أن يذهب إلى مكان يصلي فيه يذكر فيه بدون ما يرى أحد، لكن تصير مصادفات يقدرها الله فيظهر حال هؤلاء. حتى في الجهاد في سبيل الله يعني كانوا في اللثام، مثل قصة صاحب الـ لما حاصر المسلمون حصنا وما واستعصى عليهم حتى كادوا أن يرجعوا، كان قائد صاحب المسلمين النفق. صاحب النفق مسلمة بن عبد الملك كان القائد، فجاء هذا المسلم واستطاع يجد ثغرة وحفر ودخل وقاتل وفتح الحصن وهو متلثم وضاع بين الجيش ما دروا، وهو كان سبب الفتح. فمسلم نادى بعد الفتح قال يا من صاحب النفق؟ ما أحد تكلم. من قال يعني أقسمت علي وبحق الإمرة يعني أنه أنا أمير ولازم يطيع. فجاء في الليل يستأذن ويشترط، يقول قل للحارس، يقول قل لمسلمة صاحب النفق بالباب يشترط أن لا تسأله عن اسمه ولا تتحدث عنه ولا. فقال له ذلك، دخل فقال الرجل يا يعني اتق الله يا مسلمة ويحك أحرجتني فأخرجتني، خلاص احنا سوينا لله. فكان مسلمة يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق. ما كانوا بعيدين عن الأضواء، يعني أويس القرني سيد التابعين خير التابعين أويس، لما جاء من المدينة من اليمن للمدينة على أساس ينضم إلى أمداد الفاتحين في الشام، عمر فطن له شاف اكتشفوا يعني واكتشفوا عمر الخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن علامات لأويس. نعم. قال أنت أويس القرني استغفر لي. عمر أيوة. بن الخطاب هو من هو يعني عمر. اي نعم. قال اكتب لك الى عامل الكوفه يعني توصى فيك. قال اكون في غبراء الناس احب الي. لما ذهب هناك فطن الناس له اختفى. سفيان الثوري لما كثر عليه التلاميذ قال انا لله وانا اليه راجعون، اخاف ان يكون الله ضيع هذه الامه حيث احتيج الى مثلي. كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من 4 قام وتركهم. ابن محيريز دخل السوق يشتري فجاء إلى بياع، فقام البياع الثاني قال له راعي هذا ترى ابن محيريز، هذا ابن محيريز يعني
نزل له. فغضب بن محيريز خرج ما رفض يشتري من عنده، قال إنما أشتري بمالي لا بديني.